في مباراة وملحمة تاريخية طبعا شاهدها استاد لوسيل، اللي أيضا كان شاهد هذا اللقاء، انتصار نادي الهلال السعودي على نادي الزمالك في أولى مبارياته طبعا، وده الاستاد اللي والحضور المميز للمدير الفني. إنما ترجع لدفاعات نادي الزمالك مرة تانية، هجمة كده لنادي الزمالك ومحاولة في هذه اللحظات، ولكن تعود الكرة بقى من جلال فارس إلى حارس المرمى مصطفى شوبير. الأهلي كده من ناحية اليمين ومحاولة في هذه اللحظات أمام حضراتكم، كرة حلوة توصل ناحية اليمين زياد طارق، ادي زياد اهو، زياد وعامل له بقى الاوفرلاب هنا اللاعب جلال فارس، بيلعبها زياد انما عايز يلعب كرة عرضية تصطدم كده بلاعبي نادي الزمالك وتوصل إلى حارس مرماهم معاذ علاء الدين. معاذ علاء الدين أمام حضراتكم، حالة تنفيذ لنادي الزمالك، بيلعب الكرة هناك ناحية الشمال، ادي المحاولة للزمالك من الجانب الأيسر من ملعب المباراة، تتلعب على طول عرضية عالية ويبقى لمسة رأسية وطالع أوف، طالع أوفة وماسك الكرة مصطفى شوبير. اللاعب أحمد أشرف علشان يستلم، وأدي بقى التمريرة الأمامية الطولية. استلام بشكل جاي يا ولد يا لعيب، لعبة حلوة قوي اللاعب جلال فارس، ودي بقى كرة زياد، زياد بيحاول عليها زياد والحقها والله، ولعب كرة عرضية خطيرة جدا في اللقطة الماضية، بداية هجمة جيدة للنادي الأهلي يا عمرو. وترجع لحسام ياسين ناحية الشمال، بيلعبها ليه على طول شادي رضوان، وادي المحاولة والانطلاقة للنادي الأهلي والكرة العرضية إنما عالية وتمر إلى خارج الملعب وتطلع تاريخي. واللاعب الكبير للنادي الأهلي اللاعب المونديالي طبعا كابتن أحمد شوبير، وادي تصويب مصطفى شوبير اللاعب المهاري بقى حارس المرمى المتألق جدا في اللقطة اللي فاتت. عبد الرحمن رشدان بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة مرة تانية وتصويبة بقى هنا من اللاعب أحمد أشرف، تصويبة من أحمد أشرف إنما تعود إلى حارس المرمى معاذ علاء الدين. أدي اللقطة، أدي اللقطة، وأدي أحمد أشرف وبالقدم اليسرى إنما يعني كانت ضعيفة شوية والزمالك، وتمريرة حلوة خطرة جدا داخل منطقة الجزاء والعرضية الخطيرة لنادي الزمالك، وهوبا هو مصطفى شوبير يا ولد يا أوفا يا ولد يا أوفا، يتألق في التصدي في اللقطة اللي فاتت اللاعب الحقيقة كريم محمد، برافو يا مصطفى يا شوبير، تألق طبعا في التصدي. أدي الكرة العرضية، وأدي بقى الكرة أمام حضراتكم، الاستلام والمحاولة في هذه اللقطة والتصويبة، ولكن مصطفى شوبير صاحي، مصطفى شوبير صاحي في اللقطة الماضية الزمالك، ولكن التغطية الدفاعية من عبد الرحمن رشدان واتقطعت الكرة والهجمة للزمالك من ناحية شمال، عدى الراجل وماشي داخل منطقة، ولكن يا ولد يا مصطفى يا شوبير، شوف بقى مصطفى شوبير طالع بقدمه ده الكلام أمامه ماشي مانو، وبيلعب التمريرة الأمامية الحلوة هناك ناحية الشمال، وأدي كرة خطرة داخل منطقة الجزاء، ولكن طالع بقى المرة دي معاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك وبيمسك. طبعا بتسلم بعض والكل في واحد، وكل يعني النادي الأهلي ولاعبيه، اللعيبة طبعا اللي محمد عبد المنعم واحمد عبد القادر اللي كانوا خرجوا من قطاع الناشئين اعارات ورجعوا مرة تانية وبيعتمد عليهم النادي الاهلي طبعا بشكل متميز جدا واصبحوا لعيبة يعني دوليين. ادي كرة بتتلعب مرة تانية هنا ناحية اليمين، عبد الرحمن رشدان اللي زايد لقدام بيلعب كرة، وادي الكرة البينية الحلوة جلال فارس، العرضية العرضية الخطيرة ولكن توصل الى معاذ علاء الدين. معاذ علاء الدين حارس مرمى نادي الزمالك امام حضراتكم بيمسك الكوره، عدل سلبي بدون اهداف، وبالفعل يطلق كابتن صبري ابراهيم صافره نهايه احداث الشوط الاول ايضا للاعب كريم محمد اللي هو صاحب القميص رقم 7. على بركه الله بدانا مع حضراتكم احداث الشوط الثاني، ونتمنى بقى ان احنا نشوف اهداف ونشوف شوط ثاني جميل ومميز من لاعبي الفريقين بقياده تم تبديله ونزوله من النادي الاهلي. ادي هجمه من ناحيه شمال كريم الدبيس بيلعب كره عرضيه خطيره جدا انما الى خارج الملعب، الى خارج الملعب. ادي الهجمه وادي اللقطه الخطيره جدا طبعا للنادي وجهازه الفني خارج الملعب، ادي كره خطره داخل منطقه وجوه الجول، جوه الجول الهدف الاولاني، الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم عبد الرحمن مانو، كره حلوه جدا ولعبه راسيه داخل الشباك علشان يسجل النادي الاهلي الهدف الاول، ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك يا عبد الرحمن يا مارو، عبد الرحمن مانو، عبد الرحمن مانو يسجل الهدف الاول في مباراه اليوم. ادي بقى جلال فارس وادي الركلات الثابته وبدايه جيده للنادي الاهلي في الشوط الثاني، لعبه راسيه وادي عبد الرحمن مانو وداخل الشباك على يسار حارس المرمى معاذ علاء الدين علشان يتقدم النادي الاهلي بالهدف الاول. عبد الرحمن مانو اللي بيحاول دلوقتي يسرع اللعب، وادي تصويبه انما بعيده الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى لحارس المرمى مصطفى شوبير الحارس المتالق جدا في الشوط الاول على الرغم من نظر. والكرة لنادي الزمالك، ادي الانطلاقة وتعود الكرة مرة تانية، خطرة 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 وهدف التعادل، خطرة وهدف التعادل في المباراة، هدف التعادل لنادي الزمالك اتلعبت بشكل متميز، واللاعب كريم محمد يسجل هدف التعادل في مباراة اليوم لصالح نادي الزمالك.
على يعني عكس سير مجريات اللقاء، انما بدايه متميزه. ادي اللاعب كريم محمد، شوف المرور من اللاعب كريم محمد في اللقطه الماضيه، عدى كده ومشي ولعب كره بينيه وعدت من اللاعب عبد الرحمن رشدان ورجعت له مره اخرى، وحظه كان كويس جدا اللاعب كريم محمد وحطها في لحظه. لا اهداف بيبقى شكلها حلو وبتحسم نتائج مباريات وامور كتيره جدا، وادي تصويبه وخطره جدا، والجول الثاني، والجول الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، تصويبه من اللاعب جلال فارس ومعاذ علاء الدين حارس المرمى، يعني يفشل في التقاط الكره والنادي الاهلي بيسجل الهدف الثاني في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. اذا الاهلي، الاهلي بيسجل الهدف الثاني في مباراه وادي امامنا الاعاده، ادي امامنا بقى هنا الكره الحلوه من اللاعب جلال فارس وحارس المرمى معاذ علاء الدين حاول عليها والكره الى داخل الشباك، وهدف للنادي الاهلي، هدف للنادي الاهلي في مباراه اليوم عن طريق اللاعب احمد اشرف، وهدف ثاني في الجمهوريه مواليد 2001. وادي الكره ملعوبه، ولكن شوف بقى مصطفى شوبير مغطي وبيلمس على طول بمنتهى التالق ويطلع الكره الى خارج الملعب الاهلي مع مصطفى شوبير. ادي الكره، وادي بقى يا ولد يا مصطفى، شوف بقى هنا مصطفى شوبير ويعني تراي رائع، تتلعب الكره عرضيه لنادي الزمالك داخل المنطقه، وكره مره ثانيه انما الى خارج الملعب في الشباك الخارجيه وركله مرمى للاهلي، ركله مرمى بيتوا نفسهم للمدير الفني مارسيل كولر علشان يعني يستمروا بقى القادمين من الاعاره للنادي الاهلي والعائدين من جديد للنادي الاهلي وايضا النجوم. هجمه اماميه للنادي الاهلي، كره حلوه، كره خطره، ادي شادي رضوان الفراري، الفراري يا نهار ابيض، مش ممكن، لقطه يعني حلوه للنادي الاهلي واللاعب شادي رضوان، ولكن حارس المرمى معاذ علاء الدين يتصدى في اللقطه اللي فاتت دي وفرصه خطيره جدا ممكن يعملها. ادي الانطلاقه، وادي شادي رضوان، ادي شادي رضوان، ادي شادي رضوان، وعايز يلعب الكره كده من فوق حارس المرمى اللي بتصطدم بيه بقى معاذ علاء الدين. ولد يا ولد يا ولد، عدى حلو قوي، لعب كره بينيه، شادي رضوان، شادي رضوان عايز يعدي شادي، ومره ثانيه شادي، شادي اسرع من الكره شادي، وادي الكره بقى العرضيه الخطيره، الكره العرضيه كده والمتابعه داخل منطقه الجزاء انما توصل الى معاذ علاء الدين حارس، لعبها لمصطفى فريد شوقي بيلعب الكره العرضيه، وادي بقى مصطفى شوبير، ادي بقى الثلاثي مصطفى في اللقطه اللي فاتت دي، اثنين مصطفى من الزمالك ادي كره بتتلعب على طول عرضيه، ومصطفى شوبير المتالق الحقيقه، مصطفى شوبير المتالق، رضا، ادي رضا بيعدي وماشي، بيعدي وماشي رضا، وبيلعب كره بينيه حلوه هناك ناحيه اليمين، وادي الكره بقى والمحاوله واحمد اشرف والتصويبه انما توصل الى حارس المرمى معاذ علاء الدين، ادي الكره وادي المحاوله والكره العرضيه الحلوه الخطيره، مش ممكن اللقطه اللي فاتت، جلال كره تمر الى خارج الملعب، ادي جلال فارس شوف بيلعب الكره العرضيه نموذج، وادي بقى شادي رضوان عايز ياخدها على الطاير كده انما تمر الكره الى خارج الملعب، هارد الاهلي وحديث كده مع جهازه المعاون الحقيقه احمد جلال وبهاء جمال واحمد عبد الله، خالد عدى وماشي بعرض الملعب كده على حدود منطقه الجزاء ولعب كره الكريم، كريم وتصويبه انما توصل الى حارس المرمى المتالق مصطفى شوبير، مصطفى شوبير ادي الكره وادي اللعبه اللي فاتت والتالق الحقيقه من اللاعب مصطفى شوبير حارس المرمى للنادي الاهلي، وتصويبه كانت من كريم محمد، توصل هناك ناحيه اليمين، ادي الانطلاقه زياد بيعدي زياد وتصويبه انما انطلاقه والكره العرضيه من اللاعب ايمن عبد الحميد بيلعبها لمصطفى خالد، عرضيه خطيره خطره جدا مين مره ثانيه عن طريق ايمن عبد الحميد، وكره خطره خطره خطره، ومصطفى شوبير يتالق، مصطفى شوبير يتالق في اللحظات الاخيره من المباراه مشاهدينا الاعزاء ويحافظ على تقدم، خطر جدا اللي فاتت دي والتصويبه من اللاعب حسام اشرف اللاعب البديل، شوف عدى بشكل متميز جدا وفتح الزاويه لنفسه، ولكن مصطفى شوبير ثبت 2001 والتقدم للنادي الاهلي بهدفين مقابل هدف، وادي كره ملعوبه، ولكن مصطفى شوبير تقع منه الكره خطره، ولكن في فاول، ولكن في فاول لحارس مرمى النادي الاهلي، رمي التماس الدبيس بيلعب الكره الاماميه، ومره ثانيه رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال، وادي حكم اللقاء في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء كابتن صبري ابراهيم بيعلن عن فوز جديد للنادي الاهلي على نادي الزمالك 2-1 في قمه دوري الجمهوريه لمواليد 2001 مشاهدين